اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري، من المطبخ العربي. الميزه فيها ان هي كل اكله ولها شخصيتها، بالمكونات بتاعتها، بالماتيريال بتاعها، بتفاصيلها. النهارده معانا التورلي. التورلي يعني تشكيله من خضار، يا اما بالفراخ يا اما باللحم، بس احنا عايزين نكون شخصيه قويه للتورلي، يبقى لازم يكون اختيارنا للخضار دقيق. هنا معانا كوسه، معانا جزر من خير ارضنا، بتنجان الوانه الحلوه اللطيفه، البنفسجي الاسود منه، البطاطس، البصل، الثوم، كل ده. ما تنسيش الكرفس مع الفراخ. انا هعمله النهارده بالفراخ مش باللحمه، يعني التورلي النهارده بريء من الضاني واللحم الكندوز. نعمله بالفراخ، حاجه لطيفه لذيذه بسيطه سهله لكل ولادنا وحبايبنا اللي مش بيحبوا ياكلوا اللحمه. معانا طبق مقبلات النهارده، انا مسميها الطماطم المتبله، زيها زي البتنجان المتبل او الحمص، ولكن فكرتها كفكره الشيف المغازي، ازاي اشوي الطماطم مع بصل مع ثوم مع فلفله ملونه، كل ده بعد ما يتشوي في الفرن يسيبه يبرد هسه، وبعدين نضربه في قلب الخلاط مع طحينه مع عصير ليمون وزيت زيتون، تاكلي صوابعك ورا. معانا الحلو النهارده فطاير التفاح بالقرفه والسكر، بس من غير عجين. هنشوف نعملها ازاي مع بعض. فكره عمل البانكيك، ولكن طريقه المغازي دايما بسيطه وسهله، وبسهل لك الامور انك تخش المطبخ تعملي لاولادك واسرتك وعائلتك الاكل اللطيف الحلو بطريقه سهله وبسيطه. ودايما المغازي يقول لك المطبخ مفاتيح السعاده والبهجه، وكمان الترابط الاسري بيجي من المطبخ، واكله حلوه بتلمنا وبتجمعنا على طبليه واحده. هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. عندنا ثلاث بيضات، حطينا عليهم شويه فانيليا وذره ملح. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ونحط من السكر معلقتين. 1 2 1. حلو الكلام؟ حلو الكلام. مع بعض كده. ونحط من الحليب 1 كوب. اللهم صل على النبي. تمام زي الفل. يبقى هنا البيض، الحليب، الفانيليا. زبده. معانا زبده سايحه هنا، بنحط معلقتين ونخلي معلقتين. ونخلي شويه عشان نشتغل بيهم في الفطاير. حلو الكلام؟ زي الفل. ونقلب. معانا من الدقيق 2 كوباية، كوبايه ونص. زي الفل. تعالى نسقط الدقيق اول باول كده علشان حسب الكميه. ده الطبيعي. عجبني قوي صوت الخضار وهو على النار. هناخد من الدقيق ده كده ونقلب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ لسه عايزه شويه كمان. ناخد شويه دقيق ونقلب. خلي بالك انا احط تفاح، والتفاح ده غني بالسوائل، فحط في الاعتبار ان في تفاح هيتحط. ناخد الخلطه دي كده. نبص عليها كده ونرفع دلوقتي. معانا بيكنج باودر. فين البيكنج باودر؟ زي الفل. شويه بيكنج باودر عشان العجينه تبقى هشه معانا وتبقاش مكتومه. يلا يلا يلا. دي بيض، حليب، زبده، معلقتين فانيليا عشان زفرت البيض، كل دول مع بعض. شوف القوام كده مخرجنا. لغايه السقف. العجينه تعرف ان هي كده تمام زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. معانا التفاح. دايما التفاح من الفواكه زيه زي الموز، لما بنبشرها ولا بناكل منها بتسود، فلما تشتغليها وتستخدميها زي ما انا هستخدمها دلوقتي لازم يكون عندك محلول حمضي، يعني ميه فيها عصره ليمون او عصره برتقال، مهمه جدا على فكره. هناخد التفاح بتاعنا ده كده، معلش تسامحوني عايز اعصره بايديا. اللهم صل على النبي. طبعا انا حبيت اعمل الحلو علشان هناخد التفاح كده نعصر الميه منه. وننزل بيه على الخلطه دي كده تاني. تفاح اهوت، مش لازم اخضر احمر، بس انا الاخضر دايما هو اللي بيستخدم في المطبخ، والاحمر بيستخدم مع الفروت سلطه او بيتاكل ني. هو ده مهم جدا على فكره. نصفيه من الميه بتاعته. زي الفل. شويه التفاح دول مهمين جدا.
تمام، ما خليش حاجه هنا، زي الفل. اه بايديا كده بالراحه زي الفل. طب ونقلب الخليط ده كده، نبص عليه بصه حلوه كده، ايه الاخبار؟ اه ما يتقلبش بمضرب بقى. اه شايف الخلطه دي؟ اه. ايه البولي تشيز ده؟ يعني الجبنه او صلصه الجبنه اللي احنا عارفينها تتعمل ازاي يا عم الشيف؟ زبده وحليب على النار، واي نوع جبنه انت حباه بتحطيه بيسيح، بقت الجبنه معاكي سايحه زي الفل. بتستخدمها مع برجر، مع فراخ، مع كوردون بلو، مع جمبري، زي ما انت حابه. شايف الخلطه دي؟ اهي 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 اهي. بصوا عليها كده نظره الوداع. ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير عشان نرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل فطاير التفاح بالسكر والقرفه من غير ما نعجن عجينه، ومعانا طاجن تورلي هندخله الفرن ياخد وش، وما تنسوش كمان معانا طماطم مشويه هنضربها في الكبه مع الطحينه مع زيت زيتون مع عصير ليمون، هيبقى طبق متبل جامد جدا تاكل صوابعك ورا. هنطلع فاصل، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ادي الخضار التفاح بتاعنا، ومعانا الطاسه اللي هنحمر فيها فطاير التفاح. ربنا كرمني وحوشت من المصروف بتاعي وجبت طاسه حلوه فيها حلقات حلوه تديني 4 حلقات في الواحده، وهعمل دلوقتي فطاير التفاح بالقرفه والسكر. عايزه تعملها بالعسل انت حر، عايزه تعملها بالشربات انت حر، حسب الرغبه. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نغرف بقى ونعمل في الايه، في الطاسه بتاعتنا كده من وقت للتاني. اه نجيب مغرفه حلوه صغيره. فين فين فين؟ اهي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فطاير التفاح بالقرفه والسكر، حاجه سهله كده بسيطه. تقف في المطبخ كده، تخش المطبخ غيبي شويه، رايحه فين يا ماما؟ داخله المطبخ، اعمل لكم شاي يا اولاد، او اعمل لكم عصير، وتفاجئهم بالحلو ده، مش هياخد مني 5 دقايق. انت هنا بقى في نظرهم احلى واحسن ام في الدنيا، ومقادير فطاير التفاح على الشاشه. هدي النار علشان تستوي على نار هاديه. اه مش هشيلها والله. اهي 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 اهي، حط النار بس عشان نشوفها ما تكونش محروقه. اه زي الفل. طيب شايفين الفطاير الحلوه دي كده؟ امان يا برنس والله العظيم، ده لونها بيجنن. ده انا عندي بنوتي بتحبها باللون ده. اهي اهي، ايه الحلاوه دي؟ اهي 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 اهو زي الفل. نجيب طبق للتقديم علشان نحط عليها سكر بودر وقرفه ناعمه. نطفي النار هنا، اللهم صل على النبي. اهو عينيا. اه طيب نتابع السوشيال ميديا علشان اللي بيفوتوا حاجه من الحلقه. حاضر. واللي بيفوتوا حاجه من الحلقه احنا بنرد عليه من خلال السوشيال ميديا والتواصل مع حضراتكم. تعالوا نقلب الفطاير دي مع بعض. ايه الاخبار؟ نعلي النار هسه، نعلي النار هسه. ايه الاخبار؟ اهو ما اقولكش. ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو اهو زي الفل. وعليت النار شويه كمان، عايز اطلع الطاجن التورلي. ابن حلال، شكرا يا نور. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الفطاير الحلوه دي يا عم الشيف؟ وانا شغال كده واحده واحده هنقلبهم مع بعض دلوقتي، ما نستعجلش. معانا 4 طالعين هم زي الفل، هنحط عليهم سكر بودر. نشوف بقى الفطاير بتاعتنا، معانا سكر ومعانا قرفه، عود روزماري حلو كده اهو زي الفل. ايه الاخبار؟ اهو شفت الفطاير دي طالعه زي السفنجه. معلقه البيكنج باودر عامله عمايلها هنا، نحط على الشوايه دول كده سكر باودر وقرفه. عينيا. اه اللي بيحبها مقرمشه يحمرها، اه واللي بيحبها زي ما انا هطلعها دلوقتي حسب الرغبه. فطاير اهي سهله وبسيطه، تقدري تعمليها في المطبخ بسهوله. اهي اهي سامع الصوت ده كده اهو، ودول كده هنا شكل تاني وطعم تاني، سكر قرفه. نشتغل فطاير كمان ولا احنا وقتنا خلص؟
زي ما تحبوا، انا تحت امركم يا اخواننا والله. حاضر يا فندم والله، ده تحت امركم في اي حاجه. اه زي الفل. مطبخنا النهارده في شويه بساطه، في شويه سهوله، في فكر وابداع طهوي فيه، ولكن الحب اهم حاجه. خش المطبخ، طاجن تورلي، الدور خضار عندك في التلاجة، فرخة جبناها، عملنا طاجن تورلي طعم مختلف بالطشة، عملنا طماطم متبلة بتشكيلة من البصل والفلفلة، عملنا فطاير التفاح بالقرفة. رؤية فن إبداع مع بداية أسبوع السعادة والهنا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.